مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في العدد الجديد من برنامجكم أوفسايد. في هذه الحلقة نستضيف مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين سي الحسين عموتة. كوتش، مرحبا بك. مساء الخير سي عبد الرحمن. كوتش، دونك المنتخب الوطني المغربي كما كيعرف الجميع كيستعد لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين اللي غادي تدور الأطوار ديالها في الكاميرون إن شاء الله في شهر أبريل المقبل. بداية سي عموتة، شكون هو البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني المغربي اللي الجميع كيعلم بأنه هو حامل لقب ديال النسخة ديال 2018؟ أول حاجة أنا سعيد يعني التواجد معكم سي عبد الرحمن يعني في القناة ديالكم. طبعا يعني بعد المعرفة ديال الخصوم من يعني من بعد يعني الحضور ديالي للكاميرون يعني القرعة، هيئنا واحد البرنامج اللي من خلاله ربما غادي يهيئ المنتخب المحلي في أحسن ربما الظروف. طبعا إن شاء الله يعني التجمع ديال اللاعبين غادي يكون بداية من يوم الاثنين 16 مارس، على أساس أنه يكون واحد الأسبوع عادي بمركز محمد السادس بالمعمورة بمدينة الرباط، ومع النهاية ديال الأسبوع يوم السبت غتكون عندنا المغادرة إن شاء الله للكابون اللي هناك. يعني هيئنا تقريبا يعني شبه مؤكد، اليوم في الصباح كان يعني شبه مؤكد يعني المباريات ديالنا اللي غادي تكون يوم الثلاثاء ويوم الجمعة المواليين. الخصوم؟ نعم، الخصوم غادي يكون بوركينا فاسو والكونغو، على اساس اننا غادي نرجعوا يوم الجمعه بالليل، والسبت ان شاء الله اللاعبين ديالنا كلنا غادي يكونوا حاضرين. غتكون واحد الراحه خفيفه تقريبا ديال واحد 36 ساعه للاعبين باش يشوفوا العوائل ديالهم، وابتداء من يوم الاثنين فغادي نبداو يعني الاعداد المباشر باش يعني باش ندخلوا في المسابقه بشكل يعني جدي، على اساس انه تكون تقريبا 4 أيام في مركز محمد السادس ايضا يعني بالمعموره. ويوم الخميس غادي نغادروا للدوله اللي فيها غادي تكون المجموعه ديالنا غتقيم المقابله ديالها. سي عموتي، على يعني البرنامج اللي قلتي لنا، يعني فيه البرنامج الاول غادي يكون في المركب ديال المعموره، ثم الذهاب الى الكابون، ثم العوده الى المغرب، ثم الذهاب الى الكاميرون، يعني واش يعني ماشي يكون هذا البرنامج يكون مرهق للاعبين؟ هو مع الاسف هو انه تقريبا يمكن اخر معسكر اللي التقيت به باللاعبين، اللاعبين ديال نهضه بركان، الحسنيه، الرجاء والوداد، تقريبا كان يعني من قبل تقريبا واحد 4 شهور. وبالتالي فمن الضروري اول حاجه انني يعني ناخذ يعني الزمام ديال الامور يعني لو كونتاكت مع اللاعبين خاص يكون اول حاجه مطول. ومن خلال ربما يمكن اخر مقابله وديه اللي قمنا بها كانت تقريبا في شهر 11 تقريبا، كانت امام غينيا اللي لعبنا في الرباط. ولكن المجموعه دابا الان يعني العناصر اللي ضفناها ربما اللائحه الاساسيه صراحه ما لعبت ولا مباراه وديه، وبالتالي فكان من الضروري اول حاجه انها بعض العناصر انها تلعب مباراه يعني اعداديه مع منتخبات افريقيا. وفي نفس الوقت فانا بغيت انني نتنقل للكابون، لانه ليبروفيل عاصمه الكابون ففيها تقريبا نفس الجو ديال من ناحيه ديال الحراره ومن ناحيه ديال داك لوطو ديال البورسونتاج ديال الرطوبه ديميديتي تقريبا نفس، وبالتالي تنظن 6 أيام غادي تكون مفيده جدا. ما نساوش على انه انا طلبت يعني الالغاء ديال هذيك المقابله اللي كانت مقرره في التاريخ ديال 18 مارس كان يوم الاربعاء، انها تلغى على اساس انه نريحوا شي شويه اللاعبين، على اساس انه تكون المرحله الاولى فيها اسبوع كله في مركز المعموره، ومن الهدف منه هو انا يعني ندخلوا يعني الكونتاكت مع اللاعبين، نشوفوا الحاله الصحيه ديال اللاعبين باعتبار انه كاين يعني كاين مؤهلات ديال استرجاع الثروه البدنيه، ومن ناحيه عاوتاني الذهنيه هناك يعني واحد البرنامج اللي هو مكثف، على اساس اننا اللاعبين ان شاء الله ما غاديش يكونوا عيانين. وبالتالي تنظن انه احسن برنامج واحسن سيناريو هو هذا اللي صدرناه. ما نساوش السي عبد الرحمن هو انه حنا ما بغيناش ان ننطلقوا للكاميرون اسبوع او 10 ايام قبل، باعتبار انه المده ان شاء الله حنا ناويين اننا نبقاو حتى اليوم الاخير من المسابقه جوج المباراه النهائيه. نعم، 25 من 4 ل 25، وبالتالي ما يمكنش يعني اللاعبين ناخذهم تقريبا واحد الشهر يعني نبقاو تما في الكاميرون. تنظن انه نديروا معسكر خفيف ديال 6 ايام ونرجعوا، وعندنا تقريبا واحد 5 ايام او 6 ايام هنايا في المغرب، وحتى اللاعبين انهم يمشيوا ياخذوا ديك الطاقه الايجابيه من العوائل ديالهم، لانه ضروري بالنسبه للاعب المغربي انه يعيش توا واحد اللحظات. وبالتالي غادي نمشيو تقريبا 3 ايام قبل اول مقابله اللي هي مقرره في 6 ابريل. قلتي يا سي كوتش فوزافيدي بان اخر مره شفتي اللاعبين ديال الوداد ودراجه ود الحسني ود بركان
كيرجع لأربعة أشهر أربع شهور معاً. وقلت بأن وآخر لقاء يعني لعب المنتخب الوطني المغربي كان هو في شهر 11 نوفمبر 2019 تم إلغاء يعني واحد المعسكر اللي كان ناوي ديرو باش يعني تجمع اللاعبين كاملين ولكن تم إلغاؤه. واش علاش اولا وثانيا واش ما يكونش عنده شي تاثير يعني على الاستعدادات ديال المنتخبات؟ صحيح انه تم الغاء واحد المعسكر وربما معسكرات لانه يمكن انا علمت على معسكر واحد ولكن كانت بعض المعسكرات اللي كنت دائما كنهيئ ليها باش نوجدها. مع الاسف هو انه كان يعني التنقل ديال هاد الاربعه ديال الانديه خاصه اللي يعني اللي كتمثل اللي كت يعني اللي تمثل المغرب يعني في المسابقات الخارجيه كان عندهم واحد البرنامج اللي هو مكثف وكان التنقلات خارج يعني خارج البلاد. وحتى مثلا لابركان ولا مثلا الحسنيه لما كانوا تيرجعوا فكانت المقابلات اللي كتلعب لهم في المغرب كانت فيها يعني تنقلات كبيره. يمكن الحسنيه كانت يمكن عندها مقابله يعني في, 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 في وجده ومن بعدها تلعب عاوتاني في تطوان خارج القواعد وبالتالي يعني اننا ننظم واحد التجمع يومين فما تكونش في واحد الاستفاء في زاده كبيره بالنسبه للاعبين لانني غادي نجيب اللاعبين تقريبا يدير واحد 700 كيلومتر ويرجعوا واحد 600 700 كيلومتر وبالتالي في اخر لحظه انا كنت لغيت هذاك المعسكر. صحيح هو انه تنقصنا اننا نهيئوا او ربما هذاك لو كونتاكت مع اللاعبين يعني باستمرار على الاقل كنا على الاقل كل جوج الاسابيع او ثلاث الاسابيع كان خاصنا ندخلوا المعسكر ولو ديال يومين ثلاث ايام باش يبقى دائما هذاك التاثير ديالنا وهذيك الامور ديالنا والتذكير بالامور اللي هي تكتيكيه والامور اللي هي ذهنيه. مع الاسف انه البرنامج كانت شي شويه صعيبه على الانديه وبالتالي فما لقيناش مجال الا هذا المجال هذا اللي من خلاله غنهيئوا. نعم واش الالغاء السي عموته ما كانش بسبب يعني تعنت بعض الانديه اللي كترفض تسرح اللاعبين ديالها للمنتخب الوطني المغربي اللي هي كتشوف المصلحه ديالها اولا قبل مصلحه المنتخب الوطني المغربي؟ لا اظن انا لغيت لهذا نزولا ربما لانه علاش لانه انا علنت المعسكر على اساس انه كانت غادي تاجل واحد الجوله كلها يعني ما كانش غتلعب يوم الخميس والجمعه ولكن مع الاسف انه لجنه البرمجه ما لقاتش كيفاش تلغي هذيك الجوله كانت عندها حتى هي صعوبات وانا جلست معهم تقريبا واحد يومين حنا كنقلبوا لانه حنا ما يمكنش نديروا واحد المعسكر والنتائج ديالو غادي تكون سلبيه على اللاعبين. حنا عارفين اننا واحد المجموعه ديال الانديه تعاني من الاصابات يعني وداك الارهاق ديال اللاعبين وبالتالي انا حتى الربح ديالي هو انه الانديه خاصها تكون مزيانه واللاعبين يكونوا مزيانين هذا هو تا هو الربح ديالنا حنايا وبالتالي انا ما يمكنش انا نضغط اكثر على اللاعبين. طبعا باش ما توصلناش مع البرمجه لواحد يعني المجال اننا يعني نلغي واحد الجوله فلغيت انا المعسكر. على ضوء الارهاق يعني هناك يعني الانديه واللاعبين الذين يشكلون العمود الفقري ديال المنتخب الوطني المغربي هما يعني كيجيو من الفرق من الفرق معينه نعم. الوداد الرجاء حسنيه بركان الى غير ذلك وهذه الفرق كتشارك في الاستحقاقات الافريقيه والعربيه. واش انت ما متخوفش من يعني ان اللاعب اللي غادي تاخذهم انت في يوم 16 مارس غادي يوصلوا يجوا لعندك كلهم مرهقين ويوصلوا لكاس البطوله الافريقيه يعني كوموندي بالفرنسويه كاربونيزي عيان؟ اكيد سي عبد الرحمن لانه يعني المجموعه ديال المقابلات اللي لعبوا تقريبا يعني الانديه خاصه يعني اللي كتشارك خارجيا يمكن في الحدود ديال تقريبا ديال 16 مارس غادي تكون الرجاء وصلت للسقف ديال 40 مقابله الوداد غتكون وصلت ل 36 عندنا حتى الحسنيه اكادير تكون وصلت ل 36 وبركان غتكون وصلت ل 31 او 32 يعني تقريبا حنا درنا واحد الاحصائيات. طبعا هذا يعني واحد الكميه كبيره الدليل على انه كاين ارهاق وكاين يعني كاين صعوبات بالنسبه للاعبين هو انهم واحد المجموعه كلها يعني اصيبات وتوقفات ما لعبش واحد الفتره من الفترات تقريبا كلهم جاهم اصابات وبالتالي صحيح انه المجموعه ديالنا غادي تكون فيها صعوبات ولهذا هذاك البرنامج اللي قلت انا الاسبوع الاول يعني في المركز محمد السادس في المعموره قلنا يكون عندنا اسبوع عادي جدا باش غادي يكون خفيف ونسترجعوا اللاعبين ديالنا ولا كانت شي يعني شي العلاجات اللي ممكن تنديروها وكاين حتى لي مويان دو ريكوبيراسيون تما كاين ديال استرجاع الطاره والبدنيه كاين الامكانيات نحاولوا يعني ذهنيا الاسبوع نعم. الاول سيخصص يعني لاعاده الطاره نعم. والبدنيه ولاعاده يعني نعم وغادي يكون فيه تذكير نعم وفيكون فيه تذكير فقط تكتيكي اللي يكون خفيف ما تكونش التدريب يعني البدنيه ما يعني ممنوعه لانه تقريبا اللاعبين وصلوا لواحد السقف ديال المقابلات يعني الجاهزيه البدنيه يعني حاضره ما فيهاش مشكل وبالتالي غادي يبقى نلعبوا على ما هو استرجاع يعني الطاره والبدنيه التهيئ الذهني والتذكير التكتيكي والتقني حتى المقابلات ربما اللي غادي تكون في الكابون
ماشي العناصر اللي مثلا العناصر اللي لعبات بزاف ما يمكنش غادي نشاركوها حنايا. حنا تنحاولوا نديروا داك الديسباتشينغ ديال المقابلات او لا هذيك لا كونتيتي يعني الكميه ديال التباري ما غاديش تكون مثلا عند اللاعبين بزاف. غنحاولوا تنقادوا شي شويه. حنا الامور ديالنا الحمد لله مع الطاقم اللي هو موجود تنحاولوا نشتغلوا بشكل جيد وبشكل علمي باش على الاقل اننا اللاعبين ان شاء الله باش ندخلوا البطوله يكونوا اللاعبين كلهم عندهم هذيك القوه لا البدنيه ولا الذهنيه انهم ان شاء الله نجيبوا يعني اللقب. على ضوء يعني الدخول في المعسكر ان شاء الله اللي غادي يكون اليوم 16 مارس يعني المقبل ان شاء الله في المعموره، شكون هي الاسماء السي الحسين عموس اللي يمكن غادي تعتمد عليها ولا غادي تنادي عليها تشكل 23 لاعب اللي غادي يمشيو يدافعوا على الانوال المنتخب الوطني المغربي في الكاميرون؟ هي يعني من الصعب علينا اننا يعني نذكروا تقريبا واحد المجموعه كبيره، ولكن اللائحه الاوليه سيربريز يعني الناس ما تنظرش تكون يعني ما تكونش يعني مفاجات، لانه النواه الاساسيه يعني كانت معروفه يعني من المباراه الاقصائيه الاولى اللي صراحه اللاعبين ديالنا قدموا واحد المستوى اللي هو جيد امام الجزائر 3-0 مقابله اللي ما كانتش سهله، كان فيها ضغط وكان فيها واحد المردود اللي هو اكثر من جيد من ناحيه التكتيكيه ولا التقنيه التكتيكيه وحتى من ناحيه الذهنيه. تنظن انه النواه هي موجوده غتكون بعض العناصر، وربما كان هذا هو الهدف ديال هذيك المعسكرات اللي كنا تنظموا بدون العناصر اللي في هذه المعسكرات. كاين لاعبين يعني جيدين، كاين المكحازي اللي التحق بالرجاء، كاين اسماعيل خفي المهاجم ديال وجده، كاين خفيفي حتى هو المدافع، كاين مجموعه كاين اسماء اللي هناك احتمال، كاين لاعبين ديال 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 لاعب او جوج لاعبين، كاين باش ديال الفتح، الجعدي ديال الفتح، ممكن امسيف حتى هو الحارس ممكن حتى هو يكون حاضر. كاين هناك واحد اللائحه اللي هي موسعه اللي هي الان تنشتغلوا عليها تقريبا فيها 40 لاعب، ولكن حنا غادي نضطروا اننا في اخر المطاف لكن اننا مارس غادي تدي 23 معك ما تاخذش ندي 23 او 24 مع الاسف اننا غادي نقلصوا اللائحه، لانه حنايا الان بعد جوج الاسابيع حنا ما عارفينش شكون هو اللاعب اللي غادي يكون جاهز على الاقل يعني صحيا، يعني شكون اللي غادي يكون ما يكونش مصاب وشكون اللي ما يكونش عنده مشاكل صحيه. سؤال بطريقه اخرى، شكون هما اللاعبين اللي سير غادي يمشيو معك؟ شوف ما يمكنش يكون ما يمكنش نعطي اسماء، لانه كاين اسماء اللي هي كثيره، ولكن نتوما كتعرفوا شوف في ميدان ديال الكره حنا ما تنعرفوش يعني بعد المقابله شنو غادي يوقع. انا حتى واحد ما كان كيتوقع واحد مجموعه اللاعبين مثلا بن حليب مسكين يعني الاصابه اللي جاته، ومجموعه من اللاعبين الاخرين المكحازي حتى هو في اخر مقابله ولا ثاني مقابله ديالو مع الرجاء يعني الاصابه اللي جاته. يعني كنتمنوا يعني الصحه يعني والعافيه لجميع اللاعبين، وان شاء الله لما شاسمه شكون هم الاسماء اللي ما يمكنش بالصعوبه نقول لي انه غادي نفضل لاعب على لاعب، وانا هذا ماشي من العدد ديالي 23 لاعب باين زعما راه تكون في دماغك واجده. لا ما يمكنش لا خاصنا دائما نديروا الضغط على اللاعبين، ما خص حتى واحد ما يعرف بان واش غادي لا باش خصو يجتهدوا، لان اللاعب خصو يجتهد. ما نقدرش السي عبد الرحمن نعطيك خمسه الاسماء ولا سته ويبداو يخشوا يبداو يتفلاو، خاصهم اول حاجه يجتهدوا مع الانديه ديالهم، خاصهم يجتهدوا. هذا هو الاساس ديالنا، هو ان اللاعبين اول حاجه خاصو يكون عنده مردود مع النادي ديالو، والمردود هو نفسه اول حاجه، وخاصو يعني يجتهد مع الفريق ديالو، وان شاء الله حنايا غادي في الوقت المناسب غادي نعطيوك سؤال اخر. بالنسبه للائحه اللي كانت في 2018 اللي مع السي جمال الوطني السي جمال اللي كنحيوه بالمناسبه، يعني شكون شحال من واحد غادي يبقى في ديك اللائحه 23؟ هو تقريبا يعني العناصر كلها تقريبا اللي كانت تنظن اللي كانت مع السي جمال واللي ادت بشكل جيد، وكانت صراحه ادت يعني واحد المردود جيد مع اطار وطني مقتدر اللي هو السي جمال السلامي. تنظن انه تقريبا جميع العناصر غادي تكون، يمكن باستثناء يمكن واحد جوج ثلاثه على حسب يعني هذا الفورما ديالتهم ديال المحطيه ديال لو مومون، ولكن تنظن انه اجمالا اللاعبين اللي ادوا بشكل جيد. غير السي عبد الرحمن نزيد واحد النقطه، هو انه المردود ديال هذا 2018 ماشي هو المردود ديال دابا، اكيد خاص واحد يحافظ، ولكن انا اجمالا تقريبا العناصر اللي كانت قديمه كلها تقريبا من لاعبين ممتازين واللاعبين اللي هما الاخلاق ديالهم اول حاجه جيده، والحاجه كيحافظوا حتى على المردود ديالهم وعلى التواصل ديالهم لا في الانديه ديالهم ولا مع يعني مع الجماهير ديالهم. نعم اوكي. سي عموتا كذلك في العلاقه ديالك، وانا نعرفوا في العلاقه ديالك مع اللاعبين والحديد ديالك معهم بشكل اخوي، واش ما كتلمش عندهم نوع من الاستياء؟ لان مثلا تنقولوا اكيد بان الكل كيقول بان اللاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الوطني لاعبين جيدين، ولكن واش ليسوا جيدين بالشكل اللي يخولهم يلعبوا في المنتخب الوطني الاول؟ واش ما كتلمش عندهم هاد بحال سور دو فرستراسيون انهم مساكن تبقى تنقولوا غير
لعب محلي ما يعني نبا داك لو يبقى باسي لو كاب باش يكون في المنتخب الاول. وهو صحيح ربما هذا هو المجيء ديالي لهذا المنتخب المحلي اللي كان مع السيفوزي القجع يعني في اول يعني هذا المناقشه ديال هذا العرض ديال 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 المسؤوليه ديال المنتخب المحلي كان هو انه يعني هكذا بالكلمه هو انه تيخص تكون ريبريزونتاتيفيتي ديال الشامبيونا لوكال في المنتخب الوطني خاص تكون واحد التمثيليه اللي هي جيده ويعني ومقنعه وهذا اللي كنشتغلوا عليه هو انه الهدف الاساسي ديالنا ليس فقط يعني المنتخب المحلي ولكن انني نكون متواجد واني نشتغل مع هاد اللاعبين باش على الاقل هذا باش نضمن بور اسيوري هذاك لو باساج اللي كنقولوا حنا عليه اللي يمكن تيشوفوا فيه واحد الصعوبه بور فرانشير لو كاب هذاك لو كاب خاصو نزيدوا نشتغلوا عليه اللاعبين يعني منذ يعني اللقاء ديالي باول لقاء ديالي معهم حنا كنحاول نشتغل وهذا ربما هو الهدف او الامتياز اللي ربما تيخليني انني نكون قريب شي شويه للاعبين هو هذا الكوتشينغ الاقتراب يعني تسطير الاهداف ديال اللاعبين سواء بعض المرات حتى في الانديه ديالهم الاهداف الشخصيه ومنها انه الوصول للمنتخب الاول الحمد لله الان انا تنظن ومن خلال ربما المردود ديال الفريق امام الجزائر وانتم كلكم شفتوا يعني المردود ديالهم كان يعني اكثر من رائع انه على الاقل 5-6 اللاعبين خاصهم يكونوا موجودين انا تنحاول دائما انني نتعاون مع المدرب ديال المنتخب الاول السي وحيد على اساس انه تكون عندنا واحد التمثيليه ديال البطوله تنتمنى انه يبقى دائما هاد العمل او التنسيق على اساس انه اللاعبين ديالنا يكونوا حاضرين ولكن دائما انا تنحاول دائما تنحط واحد الضغط على اللاعبين انهم خاصهم يجدوا يجتهدوا ويزيدوا يشتغلوا. في الحديث ديالك جا في الكلام ديالك السي حسين بان مع السي فوزي القجع بان تناقشتوا بانه خص يكون تمثيليه ديال البطوله الوطنيه في المنتخب الوطني الاول واش قال لك شي بورسونتاج عطاك شي بورسونتاج ولا واش كاين شي بورسونتاج خصنا نوصلوا ليه من هنا عام عامين ثلاث سنين ولا شي حاجه هي لان من قبل من قبل اسمح لي لقطعتك من قبل المنتخب الوطني المغربي كان كله الاغلب ديالو حتى التسعينات كان كيجي من البطوله الوطنيه وكنجيبوا شي نقيلات وزويونات من اوروبا دابا يمكن في حدود يمكن تقريبا 90-92 تقريبا حتى اللاعبين المحترفين اللي كانوا عندنا في الخارج كلهم كان نتاج ديال البطوله المحليه اللي مشاو هما الاولين اللي كانوا مشاو ومن بعدها تقريبا المنتخب كله كان يعني مهيئ وانا كنت واحد يعني من منتوجات ديال البطوله المحليه طبعا الان عيب علينا اننا ما يكونش عندنا واحد المنتوج يعني داخل يمكن المسؤوليه يعني توزع على الكل وانا واحد منهم يعني انا مدرب انا واحد منهم مسؤول ما نهربش انا من المسؤوليه ولكن خاص الكل يجتهد يعني في هذا الاتجاه صحيح انه الان بدينا كنعتمدوا على لاعبين اللي هما تيلعبوا في انديه اللي هي كبيره لاعبين اللي وصلوا لواحد المستوى ولكن ما كاين حتى شي حاجه صعيبه اللي عنده واحد الاراده اللي كيجتهد فتنظن انه غيوصل للمراد ديالو طبعا بالنسبه يعني النسبه صعب اننا نحدد انا كمدرب ومع رئيس الجامعه يعني على واحد لو بورسونتاج اللي خاص يوصل لانه ماشي حنا في يدينا كل شيء انا كيف ما قلتوا كما تفضلتي سعد الرحمن هو انه هذه فتره وانا كنحاول نشتغل مع هاد اللاعبين ولكني ما لقيتش الفرصه باش غادي نشتغل معاهم على انا كنت ناوي على انني مثلا على الاقل اسبوع او لا كل جوج الاسابيع خاصني واحد الاسبوع نشتغل فيه يعني جوج المرات يعني في الشهر نتلاقي باللعابه ونخدم نشتغل معاهم ربما غادي نوصل لهذيك لا بروغريسيون هذاك الاجتهاد اللي بغيته ولكني مع الاسف انه حتى الظروف ديال يعني لجنه البرمجه الظروف اللي هي صعبه الظروف ديال الانديه اللي بليسور كانوا بزاف وبالتالي ما اشتغلناش بزاف وحتى اللي هو العنصر اللي هو مهم هو العنصر سميتو ديال اللاعب نفسه الاراده ديالته الاراده انت كتعرف لو فولوار فير اللي عنده الاراده كيوصل غادي يوصل ما يمكنش ما يوصلش اللي عنده الاراده وهنايا حنايا ممكن نهيئوا ما هو تقني يعني هذاك سميتو لو بوفوار يقدر تيديروا رئيس الجامعه او للجامعه لو بوفوار فير يعني الملاعب يعني الظروف ديال التدريب وكل شيء ما هو علمي لو سافوار فير حنايا ممكن حنا تنشتغلوا عليه كيفاش الطرق اللي كندربوا ولكن لو فولوار انا عندي موجود معايا وكنشتغل به لانه هو اللي تيحركني ولكن تيخصو يكون حتى هو عند اللاعب لانه هذا هو المحرك الاساسي للتطور في جميع المجالات. اكزاكتومون سي حسين دونك واش حنا دائما تنهضروا على الاستعدادات ديال المنتخب الوطني المغربي بغينا نعرفوا واش درتي شي لقاء مع الناخب الوطني السي فهيد علي اليوجيتي على ود الاستعدادات ديال
كاس افريقيا البطولات الشان، واش يعني قرر يخلي لك اللاعبين اللي هو كان تيستدعوهم للبطوله ويقرر يخليهم لك باش تبريبار بهم الشان باش يعني لتحقيق نتائج ايجابيه، لان هذا يعني بطوله افريقيا رسميه. نعم رسميه، وكل المغاربه كاملين كيصبوا باش يربحوها ان شاء الله. يعني في خلال هاد يومين غادي يكون عندنا واحد الجلسه باش نشوف شكون هما اللاعبين المحتملين اللي غادي يكونوا في اللائحه يعني الاوليه على الاقل الاوليه. ولكن الا رجعنا يعني للبرمجه، يعني الطلب ديالي انني يعني تلغى هذوك المقابلات ديال 18 مارس. لا مارس كان الهدف منه هو انني نجمع المجموعه كلها، لانه انتم عارفين التاريخ ديال الفيفا غادي يبدا حتى الاثنين اللي من بعده يعني مارس. وبالتالي انا اول اسبوع غادي يكون عندي اللاعبين كلهم، يعني غادي يكون كونتاكت عندي معهم، غيتدربوا معايا في الاسبوع الاول. واش غيبقاو ولا غيمشيو للمنتخب؟ وهذا هو اللي غادي نحاولوا نشتغلوا عليه في هذه اليومين هذه. انتم كتعرفوا انه دائما الاولويه هو المنتخب الاول، لانه حتى هو عنده مقابله اللي هي رسميه في يعني في سنتر افريك. الا رجعنا عاوتاني الهدف السي عبد الرحمن ديالنا اللي تكلمنا عليه دابا الان، اشنو هو الهدف ديالنا؟ هو انه تكون تمثيليه ديال البطوله المحليه. ولهذا غادي يبقى دابا انا الا بغيت نكون اناني خاصني ناخذ اللاعبين كلهم، الا بغينا المصلحه ديال اللاعبين انفسهم فانا تنفضل انه يكون مثلا 3-4 ديال اللاعبين ولا 5 في المنتخب الاول، على اساس انه تاريخ الفيفا غادي ينتهي تقريبا في 31 او 30، في 30 غادي يكون غادي يلعبوا المباراه ديالتهم، وبالتالي غادي يلتحقوا بيا، لانه حنايا المغادره ديالتنا تقريبا غادي تكون في التاريخ ديال جوج في لو 2. نعم اليوم الخميس جوج، وناخذ اللاعبين ديالي، ممكن نسترجع انا اللاعبين ديالي هما بواحد المعنويات اللي هي مرتفعه، ولما لا نشوفوا جوج او ثلاثه اللاعبين انهم يشاركوا حتى في المقابله يعني رسميه في المقابلتين الرسميتين نعم. مع المنتخب ديال افريقيا الوسطى. نعم. دونك واش عندك شي فكره على الخصوم ديال المنتخب الوطني المغربي في بطولة إفريقيا؟ لأن من بعد تيرجو الصور دونك يكون نعم رواندا أوغندا توغو. حنايا كنشتغلوا مع الطاقم كله، حنا جمعنا واحد المجموعة ديال 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 المعلومات على اللاعبين، عندنا دي فيديو ديال 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 المقابلات اللي لعبوا، عندنا حتى البرامج ديالهم فوقاش غادي يلعبوا المباراة الودية. الآن المنتخبات كلها جالسة كتستعد، كاين اللي معسكر في الكابون، كاين اللي معسكر في الكاميرون، كاين اللي في توغو، كاينين بعض البلدان مثلا في مالي غادي تكون واحد لو تورنوا، حنا عارفين تقريبا كاين دي تورنوا ديال 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 الربعه وديال ديال ديال الخمسه وديال هذا، حنا غادي نتابعوا كل شيء، حتى الكاميرون تاعي غتنظم واحد التورنوا قبل من الشان، حنا غادي نتابعوا تقريبا نشوفوا لا ديسبونيبيليتي ديال 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 لي زانفورماسيون اللي ممكن يكونوا عندنا، لي فيديو اللي نقدروا ناخذوا، المعلومات اللي نقدروا ناخذوا، ولكن حنا كنجمعوا في المعلومات على اساس انه ان شاء الله نهيئوا. ولكن انا اساسا حتى ولو تكون عندنا المعلومات حنايا خاصنا نكونوا يعني في موعد. انا تنقول لانه طرحت عليا بزاف ديال الاسئله على اساس انه يمكن المجموعه سهله، الان لا توجد يعني انديه ولا منتخبات سهله، نتيجه المقابله دائما عندها علاقه بالمجهود اللي تقوم به اللاعبين في المكان والزمان. يعني 2018 ماشي هي 2020، يعني البطوله اللي نظمناها في المغرب ماشي هي البطوله اللي غادي تكون في الكاميرون، الظروف ديالها مغايره واجواء مغايره واسماء اخرى وكذا وكذا وكذا، وبالتالي خاصنا نكونوا حاضرين من جميع النواحي، لا من الناحيه البدنيه النفسيه مهمه جدا يعني للمونتال، ومن الناحيه التقنيه والتكتيكيه. شكون هو في ثلاثه المقابلات اللي ان شاء الله غادي يلعبون في البرومي تور، نتمنى ان شاء الله نجلسوا حتى النهائي ونجيبوا ذاك الكاس، يعني شكون هو الفريق اللي تيبلك هو صعيب المقابله اللي كتشوفها صعب؟ شوف سي عبد الرحمن، ما يمكنش نقول لك انا شكون اللي صعيب شكون اللي سهل، لانه انا بالنسبه ليا كتقني بالطوغو واش الطوغو، شوف المقابلات كلها صعبه، انا بالنسبه ليا المقابله الاولى هي اللي كت هي اللي مهمة في المسار ديال الفريق من بعد ولا هي مهمه؟ شوف انا كتفوز في المقابله الاولى كتعطيك واحد النفس واحد الاريحيه، ولكن الا قدر الله انهزمتي في المقابله الثانيه فتصبح الثالثه مصيريه، انهزمتي في المقابله الاولى يبقاو جوج المقابلات مصيريين، وبالتالي انا تنظن احسن سيناريو هو اننا يعني نتعاملوا مع المقابله ونحترموا الخصوم ونتعاملوا مع المقابله بمسؤوليه من نحضروا جميع النواحي وجميع السيناريوهات. كيف ما بغات تكون نتيجه المقابله الاولى خاصنا نكونوا حاضرين في المقابله الثانيه وفي المقابله الثالثه. حنا ان شاء الله شوف المجموعه اللي كاينه ديال 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 اللاعبين، وصراحة وما رأيناه من خلال يعني المردود ديال اللاعبين في مقابلة الجزائر اللي كانت مقابلة مهمة جدا وصعبة، تنظر أنه عندنا واحد المجموعة اللي كتحس بالمسؤولية، الدعم الحمد لله ديال الجامعة حاضر، حنايا حاضرين في المتابعة ديال اللاعبين، تنظر أنه الكل شيء متحمس، من النقط الإيجابية ديالنا هو يعني التأهل ديال الوداد والرجاء
هذا الربع النهائي ديال الشامبيونز ليغ، بركان وحسنة أكادير موجودين تما في ربع النهائي، يعني هذه كلها أمور إيجابية. تواجد الرجاء توا في نصف النهائي ديال بطولة محمد السادس كأس العرب توا إيجابي، اللاعبين كلهم متحمسين، كل شيء باغي يزيد القدام. حنا غادي نشتغلوا على هذه النقطة هذه، على ارتفاع هذه المعنويات. تنتمنى أنه غير المجموعة ديالنا ما تكونش فيها يعني دوك لي بليسور لي شي شويه، دوك الاصابات اللي ممكن تتعيق. شكون هو السيناريو اللي كتخاف منه بالضبط؟ هو اكثر الاصابات، اكثر الاصابات قبيله يعني البطوله. ولكن كيف ما بغى يكون الحال، هذه المشاركه ديالنا غتكون الا ايجابيه، يعني سواء يعني بالعناصر كلها او لا نقصوا خمسه ديال العناصر. انا بالنسبه ليا المشاركه كلها ايجابيه، والهدف دائما غيكون الاسماء هو انه تكون عندنا تمثيليه في المنتخب الاول. طبعا حنايا غادي نمشيو للكاميرون باش نلعبوا على الكاس، لانه حنا كل مقابله غادي نلعبوها بجديه على اساس اننا نهيو المقابله ديالنا كلها وحنا فايزين ان شاء الله. من خلال واحد يعني تي ميكرو تروتوار اللي درناه، اللي داروا اوف سايد، هضرنا مع الجمهور المغربي في يعني في الشوارع ديال الدار البيضاء. اولا الكل كيشكر السي حسين العموتة وكيهنئوا وكيتمنى له يعني التوفيق في المهمه ديالته. وانت بدورك السي حسين باش كتوعد هذا الجمهور المغربي؟ نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي المحلي، وراه عندنا لعابه في المستوى اللي يقدوا هاد الشان ثاني يدخلوها للخزينه ديال المغرب والخزينه ديال الجامعه. وراه عندنا ماشي ما عندناش، عندنا خيارات اللاعبين من جملتهم فراقي بربعه كالرجاء العالمي ولا الوداد ولا بركان ولا الحسنيه. راه عندنا لعابه في هاد الاربعه الفراقي، راه يكفي ما فيه الكفايه باش نديو هاد الشان ان شاء الله بحول الله. البطوله هادي عندها ايجابيات وعندها سلبيات. الايجابيات ديالها هما اللعابه كيمشيو كيلعبوا برا تيرانهم، بحال داك العام كانت نظمه هنا في المغرب وداوها لعابه تبارك الله عليهم، لعابه كبار كيلعبوا في الرجاء في الوداد في ليفار، لعابه كبار في البطوله. والايجابيات والسلبيات ديالها هما يعني هاد البطوله راه كتنظم في شهر ربعه وماشي في الصالح ديالنا، حيت سميتو اللعابه ديال اللي كيلعبوا في الشهر عندهم بطولات افريقيه مع الفرق ديالهم، يعني خصم يتأجل تنظم حتى شهر 7 ولا شهر 6 من مورا جميع المسابقات الافريقيه والعربيه. بالنسبه للحظوظ ديال المنتخب المحلي صعيب باش نعرفوا شنو هي الحظوظ ديالو، واش حظوظ مزيانه ولا لا، حيت المنتخبات المحليه ماشي بحال المنتخبات الاولى، ما كنعرفوش المستوى ديالها، ما كنعرفوش اللاعبين المحليين ديالها، لذلك ما نقدوش نعرفوا المستوى. وطبعا يعني كيف ما تعود دائما يعني علاقتي مع الجمهور الحمد لله انا علاقه طيبه. المنتخب المحلي هذا منتخب ديال المغرب وديال جميع الانديه، تنتمنى انه اول حاجه يكون واحد الحضور يعني جيد في الكاميرون لمسانده يعني اللاعبين ديالهم او اللاعبين ديالنا، وحنايا حنا تنحتاج هذيك المسانده الجماهيريه. واللي علينا حنايا هو اننا غادي نلعبوا يعني 1000% ان شاء الله باش نجيبوا هذيك الكاس ان شاء الله للمغرب. اكيد هذه البطوله ديال كاس افريقيا الشان هي بطوله اوفيسيال يعني رسميه، ولكن غادي توقف البطوله واحد 45 يوم اخيره. يعني في نظرك انت كمدرب، كون يعني انت كنتي مدرب ديال مجموعه ديال الانديه الوطنيه الكبيره، كيفاش كتشوف هذا التوقف هذا؟ صحيح انه بالنسبه للمدربين كاينه صعوبه انهم يعني يرجعوا يعني يستأنفوا المسابقه. غادي تكون بعض الصعوبات فقط، لانه يعني هاد البطوله جات في شهر 4، لو كان كانت في شهر 6 ربما ما كانش غادي يكون ما يتطرحش يعني للاشكال. كاينه صعوبات، ولكن مع الاسف هو انه الان اصبح المغرب يعني من خلال يعني الجامعه الملكيه المغربيه اصبح يعني واحد العضو حتى هو فعال في الاتحاد الافريقي، وبالتالي ما يمكنش المغرب انه يعني يقف ضد مثلا التنظيم ديال هذه البطولات. وبالتالي تنظن انه خاص لكل الانديه انها يعني تنخرط ربما في يعني في مساعده الاتحاد، كما اننا نشجع
الأندية الأربعة ديالنا اللي بقى في المسابقات الخارجية على أنها إن شاء الله وتنتمنى، وأنا عندي واحد الإحساس على أنه إن شاء الله يعني الشامبيونز ليغ غتبقى عندنا في المغرب إن شاء الله، والاتحاد الإفريقي كأس الاتحاد الإفريقي هي غادي تبقى، حتى البطولة العربية إن شاء الله كأس محمد السادس غادي تبقى، لأن الحمد لله الأندية ديالنا في واحد الفورمة يعني الحمد لله يعني جيدة. وكنتمنى انه من خلال هاد العناصر هادو او ربما هاد الانديه هادي انه المنتخب المحلي انه هذا هو التمثيليه ديال هاد الانديه انه حتى هو انه يعني يفوز بهاد الشان. سي موسى من يقال هذا الشيء ماشي با انكور اوفيسيال ماشي رسمي، ولكن يقال بان هاد البطوله ديال الشان ديال 2020 ربما ستكون الاخيره، ربما يعني مازال لم يصوت عليها الاتحاد يعني الكوميتي اكزيكوتيف ديال لاكاف، ولكن انت في نظرك واش مع بقاء او ذهاب هذه المسابقه؟ انا تنظن انه الايجابيات ديالها اكبر من سلبياتها. نعم الايجابيات يعني تتجلى هو انه اصبحت الان يعني الشان يعني واحد المحطه اللي من خلالها ممكن انه اللاعب المحلي اول حاجه كيشتغل تلقى الحماس ديالو من خلال ربما النداء ديالو او حضور المعسكر، لانه يعتبر انه حتى هو لاعب منتخب، ومن خلال ربما يعني هذيك المعسكرات التي تقام، لانه انت عارف على انه المنتخب الاول لا يجتمع الا في تواريخ الفيفا، والتواريخ الفيفا يعني في السنه تقريبا قليله 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 جدا، اللي تقريبا 5 6 بعض المرات 7 في السنه كلها. واللاعب المحلي حنا كنعرفوا على انه يحتاج للعمل ثم العلامات والاعاده وهذا، ولكن الا بغينا نرجعوا الطريقه اللي كان كيتهيئ بها المنتخب يعني قبل 20 سنه 15 سنه، فكانت دائما معسكرات يعني طول السنه باستمرار، واللاعبين كلهم اللي مشاو احترفوا كلهم كانوا تيشاركوا في هذه المعسكرات، وما كانش ربما حتى هذيك الشكاوي ديال الانديه، الكل شيء كان فرحان لانه اللاعبين كانوا تيدربوا تقريبا باستمرار من يوم الاثنين بالليل كانوا كيلتحقوا وتيغادروا يوم الجمعه على اساس انهم كيلعبوا السبت واحد مع الانديه لهم، وكان المستوى يعني غادي يعني في تطور. انا تنظن انه هذه محطه اول حاجه. ثاني حاجه انها كتفتح واحد الباب للاعبين باش يمشيو يحترفوا في الخارج، وكتخلي اللاعب متحمس حتى انه يجتهد في الفريق ديالو. انا تنظن انه يعني صراحه البطوله بالنسبه لي انا مهمه، وتنتمنى انه يعني الاتحاد الافريقي انه يعني يستمر ربما في تنظيمها في تنظيمها. نعم سي اموتا، يعني ملي جيتي كنتي هو اول مدرب وطني اللي فاز بالثنائيه التاريخيه يعني في سيب كاس الكاف مع فريق الفتح الرياضي، وفي سيب البطوله ديال كاس افريقيا عصبه الابطال مع فريق الوداد الرياضي البيضاوي، وفي سيب العديد من الالقاب مع فريق السد القطري. يعني ملي يعني مشى سال الكونترا ديال السيرينار وتمت المونادات عليك وقلتي مع السي القجع، واش ما كانش الحديث على انك تاخذ المنتخب الوطني الاول؟ لان في ذاك الوقت مازال ما جاش، ما كانش رينا، واش ما كانش عندك الطموح تاخذ المنتخب الوطني الاول؟ لا اكيد انا الطموح ديالي دائما طموح كبير، ربما كيف ما تكلمنا قبل قليل وقلنا على انه الرغبه او داك لو فولوار، دائما انا عندي طموح لانني ان شاء الله نكون في يوم من الايام الى كتبت الى الظروف يعني سعادات نكون يعني مدرب ديال الفريق الاول صحيح، ولكن طبعا شوف احنا دائما في الاختيارات سواء للانديه او للمنتخبات، شوف كاين دائما واحد اللجنه او اللي هي نقولوا هي الجامعه فيها ناس اللي هما تيخططوا للمنتخبات كلها، وهما تيشوفوا مثلا الظرفيه ومن يصلح يعني في الظرفيه، وبالتالي دائما تنقول انا انه يعني المسؤولين دائما هما اللي تيخططوا للانديه ولا للمنتخب، ولا هما الحق، هما عندهم ديك الشوفه ديالتهم وعندهم ديك لا فيزيون ديال الحديث. كان واش تسمى مصارحتك واش يمكن في البدايه ولا من البدايه قالوا لك منتخب محلي ولا شنو؟ لا انا اقترح علي المنتخب المحلي، صحيح انه كان الطموح ديالي انا هو المنتخب الاول، ولكني كان هناك طلب من السي فوزي القجع على اساس انه الجامعه تحتاج عموته باش يهتم بالمنتخب المحلي، الطموح ديالنا اكبر من المنتخب المحلي صحيح، ولكن طبعا نزولا على الرغبه ديال رئيس الجامعه فانا قبلت، لانه هذه عاوتاني وهذا واجب اللي هو وطني، واجب تيدخل ربما حتى يمكن انا كنت غادي نغادر اول حاجه، وكنت كنتفق مع واحد النادي في خارج الوطن لمده ديال 2 سنوات، ولكن شنو نعرفوا شكون هو؟ بلاش معليش بلاش، انا كنت اتفقت والاخوان اللي في جنبي اللي قرابين ليا كلهم عارفين لاني كنت اتفقت على واحد العقد، ولكن كيف ما كان الحال هذا واجب وطني، وحتى التواجد ديالي في المغرب حتى هو فيه واحد الربح كبير من الناحيه النفسيه، لانه انك احنا كنعيشوا في المغرب تقريبا، احنا الحمد لله عندنا بلد اللي هو جميل جدا، والعيش فيه يعني عيش اللي هو جدا ممتاز، وبالتالي يعني الاشتغال مع المنتخب المحلي حتى هو انا بالنسبه لي حتى هو خطوه من الخطوات اللي خاصني انني نمر بها،
وان شاء الله لما لا يعني في يعني في السنوات المقبله انني نكون موجود يعني في المنتخب الاول اذا كانت الظروف مواتيه واذا كانت هناك رغبه عليه. سي عموتا شكرا يعني على تلبيتك الدعوه ديال البرنامج اوف سايد. اخر كلمه. انا سعيد بالتواجد معكم ولهذا يعني سعه الصدر ديالك سي عبد الرحمن وحتى لهذا يعني الترحاب اللي لقيته يعني من الاخوان كلهم يعني في 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 الجريده وفي في في المركز ديالكم الاعلامي هنا يعني. شكرا لكم وان شاء الله انا سعيد دائما التواجد معكم. مشاهدينا الكرام نصل الى نهايه هذه الحلقه، شكرا لكم على تتبعكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.